بنهاية الحلقة الماضية ديب إجا كسر بيتي، فجر وتفجير، لكن خليته يرجع يبني من جديد لحاله. يب لك لك عمي، وين فايتين انتو؟ فيا جماعة الخير، اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ارك اكستنشن فير. بسم الله نبدأ. اوكي يا جماعة، حاليا لعبي من كتر ما قاعد في المي صلى ساعتين من الشوب عيونه صاروا خضر. شوفوا بالله عليكم عيونه صاروا خضر. ليش؟ لاني عم بحاول ازاوج هدول الاثنين الضفادع. على سيرة الضفادع هلا بحكيلكم عنهم، لكن نحكي شغلتين سريعات. اوكي، اولا بدي اذكركم بالعرض. العرض باقي له 8 ايام يا جماعة الخير بسيرفراجي بورتال. اللي حابب ياخذ سيرفر ارك يدخل على الرابط الموجود تحت في الوصف، اللي هيحصل خصم 20% من الموقع و 10% من الرابط تبعي، فرح يصير عندك خصم 30%. هذا العرض بينتهي ب 8 هذا الشهر، يعني تقريبا بعد 8 ايام، 9 الشهر بينتهي، يعني بعد 8 ايام، تمام؟ هاي اول شغله. الشغله الثانيه انه شكرا كثير لكم على الدعم، لانه الدعم عن جد اسطوري كان الحلقه الماضيه، وبلشنا نوصل او مو بلشنا قصدي سوري قربنا نوصل لل 30,000 يا جماعه الخير. اتمنى تشدوا حيلكم، اللي مو مشترك اشترك وفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل حلقة بتجينا يوصلك اشعارها، وبنفس الوقت خليك تساعدنا لحتى توصل قناتك ل 30,000 مشترك. يا يا جماعة الخير، 30,000 قربنا لها بإذن الله، انتو أدها وأدود. وطبعا في شغلة مهمة جدا، واللي هي انه رح يكون في سلسلة، او ما فيكم تقولوا سلسلة لانه لحد الآن ما شفت اقبالكم عليها، تمام؟ لذلك لح ينزلكم يوم الاثنين حلقة عن بداية سلسلة. إذا كان عليها الدعم أسطوري بإذن الله تعالى لح كملها. فكرتها جديدة، أرك صح، لكن فكرتها جديدة جديدة جدا. ما لح تكون سيرفايفل هيك نعيش ونختم مود ونمشي، لا، لح يكون فيها شغلة مرة أسطورية. بتمنى أنها تعجبكم، لكن عم بحب أخبركم وحضروا حالكم. واللي ما بيعرف إني عم بنزل شورتات فيديوهات قصيرة على القناة بيقدر يفوت على القناة ويفوت على قسم الشورت، رح يلاقي فيديوهات عم بنزل سلسلة انمي كاملة ضد الجودزيلا أو ضد الديناصورات، تمام؟ جرى فيها شخصيات الانمي. اوكي، طولت حكي وسولفت زيادة عن اللزوم، لكن كان صراحة لازم أحكي هذا الكلام. أول إشي أنا هدول متعجب منهم. ليش؟ لأنه يا جماعة الخير فيهم مشكلة. بيقول لي move to water to mate. اوكي، نحن وين؟ طلعوا لاعبي عم يسبح، اوكي؟ يعني انا والله ماني في الصحراء، تمام يا جماعه، لكن رح ناخذهم لتحت. طبعا روضته هذا قبل ما ابدا تصوير تقريبا بشي ساعه، فقلت يا ولد اوكي انا شايل النطه. لا حبيبي رجع لي النطه، رجع لي النطه يا عمري. اوكي شوفوا، لازم انزل على المي لتحت لحتى نجربه. اهم شيء انه ننزل نجربه. شو دقيقه، 10 مليون تور برك. ايش هذا؟ من مود شو اسمه صح؟ اي والله لا نروضه. اصبروا ولا دقيقة، اصبر خليه هون. رح انزل على المي من الطرف الثاني واجرب اعمل لهم تزاوج. يا رب انهم يتزاوجوا، يا رب انهم يتزاوجوا، لانه اذا تزاوجوا رح يكون الوضع مرة اسطوري. بدي امبرنت منه، بدي امبرنت ضروري جدا. اوكي انزل انت كمان، حلو. اوكي اتوقع انه اشتغلوا. انيبل ميتينج موف تو ووتر تو ميت. ليش يا شيخ؟ والله نحن بالووتر، شايفين؟ طيب تعالوا معي. وانت شو؟ ما بدك تحركي؟ ايوه يلا ناحي. طب جو البزران. اهدو. اهدى بسف. وانت شو يعني؟ والله ما تستحي على حالك. ليش
قلت لك بس افترى. الو طيب ستوب، ما عم يقبلوا ده، ولا انا مغير شو اسمه هيك. اوكي تعالوا لهون، حتى انت ممكن تروح معه ممكن. ايوه 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 خلص، خلينا نعمل لهم بسف. المشكلة انهم بعاد عن بعض، بدي احاول اقربهم على بعض. بيتزوجوا ايش في؟ ايش في؟ ايش في؟ روحوا من هون هلا وقتكم، عم يتزوجوا هدول، روحوا. لازم مندرينج يا اخي، روح من هون، روح من هون. اصبر، قلنا تعالوا لهون، خليهم يدوروا بنفس الدائرة المغلقة. هلا هيتزوجوا، يب 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 يب. يابا عم يتزوجوا، يا رب يلحق، عم يفصل، عم يفصل الميتنج. شايفين عم يفصل الميتنج. ما هو لازم احطه هذا، اصبر، بجرب احطهم وندرينج عندي في البحيرة فوق. شوفوا في شيء غلط. اتوقع لازم يكونوا بمكان حلو، بنلاقي لهم مكان حلو بنعرف نتزوجهم فيه. بس بدي اشوف هذا كم بيضة بده. بده 114 بيضة، يعني لازم انزل دودو 11 مرة، 12 مرة لازم انزله. يلا مو مشكلة. اوكي عامل عليني اجرو، بحاول اني انزل هون، انزل شو اسمه السريع الضفدع. جبت 30 حبة هلا، بنعطيه هون ونبلش بنجيب غيره. اوكي 10 مليون. والله شوف ممكن يعني بخوف الصراحة. لازم اسحب فيه، لازم اسحب فيه. الله يخرب بيته السريع. اوه يا التوربر، اوه يا التوربر، شوفوا الصاروخ. 500,000 مجني البريد تبعه. اوه ماي جاد، والله قوي، والله قوي. بشر تفضل. المشكلة ان التوربر عنده عم ينزل بسرعة فائقة. التوربر عم ينزل بسرعة فائقة يا جماعة. شكلي انا بموت. عندي هيل، ما عندي هيل. شوفوا 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 الهيل، شوفوا شوفوا التربة. شو رأيك تحت المي؟ والله شو رأيك تحت المي؟ اسمع اسمع لك شغلة، تعال والله حيموت لي معي كان. طيحني عنه. ليش تنزل بالارض يعني؟ تعال اخسر لك يا حمار. يرحم امك، يرحم امك يا زلمه، يا زلمه يرحم امك يا زلمه، يا زلمه تعال يا زلمه. راح التوربار، راح التوربار، يا ربي عفوك ورضاك. خد لك عاد. خيو نسوي شغله جديده، تمام؟ خلينا نرجع على البيت. رح نرجع له، اوكي؟ رح نرجع له. لكن في البداية عنا بعض الأمور خلونا نسويها. أول إشي رح ناخذ معانا الجيجا الأبيكس، حلو؟ هاي أول إشي. ثاني إشي خلينا نشوف هدول تركتوا على التفقيس إذا جايبين لي طفرات ولا لا. أوكي ناقص، حلو من البداية، من البداية، من البداية. والله كله نواقص شايف، والله شايف لكم كله نواقص. أوكي هذا الفيلانوسوروس عنده تنتين بالهيلث بس. أوكي تنتين بالهيلث، تنتين بالسبيد للفيلانوسوروس، والباقي كله على الكب. تصدقوا؟ كله على الكب. طيب في شغلة لازم نسويها، واللي هي انه نروح نقتل الوايفرن. اوكي لازم نروح نقتل الوايفرن. فالاوريجن يب كتبت لكم بالمنتدى انه اي
ديناصور من الاوريجين هو اللي بيفتح التك، فانت كتبتوا لي اشكال والوان حزيره صارت لصه. لذلك بحثت وبحبشت في الويكي تبع المود، لقيت انه الوايفرين هو اللي بيفتح شو اسمه. هلا قبل ما ادخل اصور بالضبط، فقلت يا ولد صارت وصارت، تدرون بجيب الهيل لانه لا احتاج الهيل تمام. ننزل على الوايفرينات، والله ننزل فيهم واح واح على الموت. وصح قلتوا لي على طاري شغله كتير حلوه، قلتوا لي انه بتقدر تعمل جرايند لهذا السدل تبع الجيجا وتصنع بداله عشان يجيك سدل اعلى منه. فوالله شوفوا انا راح اجرب اوكي، على الله انه يعطيني نفس الموارد اللي انا باخذها في العاده. لذلك وين الجرايند؟ انت جابك لهون لو سمحتي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي نوت باد، نجيب السدل الثاني نجربه. اوكي بسم الله شوف قديش حيعطينا. 502 ممتاز، احسن من قبله بكثير، احسن من اللي قبله بكثير بكثير بكثير. طيب تعال معي عندنا مهمة جدا خطيرة. طيب وصلنا، امورنا جاهزة كلها، باقي علينا بس نجيب الاوريجين. والله مع اني احسها ايوه اشد لحالك اشد لحالك يعني عليك. تعال 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 وراي، تعال وراي تعال. يعني اوه هذا ايش؟ طيب هذا مو مشكلتنا لانه ما بيفرق معي هذا كلياته. اوكي حلوين 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 حلوين، خليهم يتطاوشوا شوي عشان اقدر انزل انا. هذا ايش؟ سلسلة جيجا. طيب نقول يا رب وننزل نبش عليهم. يا رب اني ما اموت. الجيجا فيه شو اسمه؟ تعال 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 يا ولد. اي انزل لي انزل لي انزل لي بس. مشكلة حيكون صعب مرة. اوكي 11 مليون بس بدي انزل. والله حظي حلو، والله حظي حلو اني قدرت اسحبه على جنب. بس شوفوا رح يطول مرة جدا، رح يطول يعني. تفضل بوس بس يا حبيبي. متنا متنا، اشبه مع المركب. ايوه نزلوني، ربطوه بالبولا ربطوه بالبولا. اوكي شوفوا رح يعذبني وحيطول بيدي. طيب نرجع لكم بس انتهى. ايش دي ايش دي؟ سوبريم ايش؟ سوبريم ايش؟ ريبر كينج؟ لا ليش ليش يا خي ليش؟ بسف بسف تتروض. بس هلا بنشوفها، هلا بنشوف شو وضعها. بس نخلص منها. اسمع بجيب الالفا كيكا. معليش خليه يساعدني شوي. صح اني بحس اني بفقده بس معليش فدوه. ساعدني يلا ساعدني اهجم عليه. ايوه ايوه انحشر انحشر. ايوه ايوه تعال تعال جيجا احشره معي، تعال تعال احشره معي. لازم اشرب لازم اشرب. ما يمديني اشرب الهيل، ما يمديني. ليش؟ بموت بموت بموت. شكلي بجيب جيش. مات. نجيب جيش. عندي بيض كثير، عندي بيبز كثير، ما ادري نسويها ونجيب جيش. يلا
يلا بسم الله يا رب بسم الله. يلا يا شباب، يلا يا شباب، عليه بالله يا جمو. يلا يلا احشروه احشروه جد جده. انا بحط له هذا هي. يلا يا شباب اهجموا اهجموا بليز. لا 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 في المي، لا ما ينفع ما ينفع ما ينفع ما ينفع ما ينفع في المي. اطلعوا هون، ما ينفع بالمي. تعال تعالوا هيك رح نقضيها. لا حول ولا قوة الا بالله. ما يسووا له شيء، ما يسووا له شيء، بس هو يدمجهم ترى، بس هو يدمجهم. شوف ايش سوى فيهم اخي. بسب وقول فولم. اتوقع انه ما يمديهم يمشوا ولا يمديهم. طيب ستوب اول، تعال لهون تعال لهون يا اخي. لا تروح على المي. المشكلة انه بيعطيهم شو اسمه يا اخي. والله والله مبزرة هاي. ليكو ليكو ما يسوي شيء، ما يسوي شيء. تعالوا ساعدوني. والله ايزي لو بيجتمعوا عليه. مشكلة بيعطيهم بيعطيهم ستان، بيعطيهم ستان. شوفوا 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 عيفهم يا اخي عيفهم. ماتوا، بلشوا يفطسوا. ما ادري ليش صافين هذا، ما ادري ليش صافين هذا. شوفوا ما بيتحرك ما بيتحرك، ما لانهم في الماء. لا اله الا الله. والله ده يرفع ضغطي، هذا يرفع ضغطي. 120 ثانية حتى ارجع استعمله هذا. ما بخلي، خذ لك عاد. شوفوا شرد، شوفوا شرد المبزرة. رفع ضغطي قسم بالله، رفع ضغطي يا جماعة، يا جماعة رفع ضغطي والله. انزل يا بطيخ. شوفوا قديش وصلت هلته. شوفوا مستحيل مستحيل والله مستحيل هسا. وين وين شارد يا حبيبي، وين شارد؟ ممكن افهم ايش تفهم. تعال اوكي. 381 مليون، ما باقي لي شيء، ما باقي لي شيء. تعال تعال عبطتين ثلاثة، تعال بليز بليز بليز. اوه ماي جاد يا جماعة، اوه ماي جاد يا جماعة. والله عقدني، والله عقدني. يا الليل، اوه ماي جاد. اخيرا قدرنا نفتحها، اخذنا نقطة الاوريجين. اوكي نجيب الاغراض. هاي تتروض بسف، شايفينها؟ بدي اروح اجربها قبل ما اموت. وينو هذا شو اسمه الباني تبعنا؟ باني تعال نزل لي واحدة لو سمحت. ايوه تعال. ايوه وين الكبل؟ هاجيب. هي تروض بالاحمر صح؟ يب بالاحمر، حلو. يا رب تكون عن جد بسف. عملت اجرو، عملت اجرو. ما مشكلة، ما مشكلة ابدا. اوكي حطيناها في البراد. اللي بدي اسويه يا جماعة انه بدي اخذ هذا البفون، نكتب هون بف بفون. ايوه جيب لي لو سمحت. يعني هذا البفون دودو نظبط فيه مقلب لعلي، لانه طفح الكيل يعني خلاص. علي ما عاد له وجود من بعد اليوم،
لا مو معناته لو وجود معلش تصور اصبر اصبر تحمست شوي. بس اللي صار انه سألتكم هل نتحالف مع علي ولا ما نتحالف؟ لح اتحالف وما لح اتحالف بنفس الوقت، تمام؟ يعني فيكم تقولوا انه ايه ولا بنفس الوقت. فلذلك لا اللي عندي اني لح اعمل فيه مقلب واكسر فيه بيته، بدوله هذا نفسه. نكتب هون ستورج، خلينا نجيب ستورج صغير ولوحة. اللي حسويه اني حخليه ينزل دودو يجربه وتكسر بيته، هيك بنكون تعادلنا لانه هو كسر بيت الظلم. وثانيا بنشوف شو فينا نسوي، بما انه حمزه اعتدى علي واعتدى عليه بنفس الوقت وقع بيناتنا، فلذلك اتوقع انه رح يكون خيار مناسب جدا انه نهجم مع علي سوا على حمزه. ما ادري لكن رح نشوف. اوكي طيب خلونا نجيب اللي هي البورد. اوكي هاي هي، حلو ممتاز، هيك امورنا جاهزه. اوكي وصلنا على بيت علي. ما بعرف وين فيني احط اللافتة، لكن اتمنى اني بقدر احطها هون جوا. هذول اجريسيف شي؟ اوكي اتوقع لا مو اجريسيف. نقدر نحط حلو، بنقدر نحطها هون. طيب احط لي اياها هون، حط لي ايش في هدوها. ها ايوه وين البفون دورو؟ اه البفون دورو. طيب نكتب له هون نكتب له هون This is a gift for aliens، يعني هذا هدية التحالف بيناتنا. اوكي خلينا نجربها ويفتحها وينزلها هون ونشوف. الا هو اذا جربها هون فلح يكون اسطوري، اذا جربها هنيك ناحية البيت فلح ياكل تبن، الله اعلم. لكن هاي هديته، واكتبوا له بالتعليقات انه ليدر قبل ال شو اسمه التحالف وخلص امورنا تمام. اوكي شباب يب لا تدوا له، لا تعلموا عن الدودو ايش مسوي، اتركوا خليه يتكسر بيده. اوكي يلا سيو هلاوي، باي باي حبيبي.